طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية معكم أحمد العابد من دفعة عهد. بدي أبلش معكم بشرح الإندوكراين سيستم ضمن سلسلة شروحات فيسيولوجي شورت كات لامتحان الفاينل لمادة الفيسيولوجي. تمام، بداية قبل ما أبلش أحكي عن الإندوكراين سيستم بدي أحكي لكم بشكل عام عنه. تمام، إحنا لما نيجي ندرس جسم الإنسان، تمام، اي جهاز ندرسه بجسم الانسان عشان تيجي لاخر فقره، يعني وانتم تدرسوا اخر فقره ايش هي؟ عباره عن ريجوليشن. الريجوليشن بصير عن طريق جهازين، النيرفس سيستم والاندوكراين سيستم. تمام، الاندوكراين سيستم ماشي بيعمل ريجوليشن بطريقه مختلفه شوي عن النيرفس سيستم، ولكن هو وظيفته الاساسيه الريجوليشن. تمام، شو بيختلف عن النيرفس سيستم؟ الاندوكراين سيستم بدل ما انه يروح مثلا بدل ما يروح زي النيرفس سيستم يروح مباشره على العضله ماشي ويحكي لها انه يلا انقبضي مثلا او يحرك ايدك على طول. تمام، الاندوكراين سيستم طريقته مختلفه تماما، من خلال انه بروح بفرز لي هرمون مثلا زي الانسولين، بروح على خليه بحكي لها يلا استقبلي جلوكوز ماشي. هذا الاشي بصير على مدى طويل. تمام ماشي، بيشتغل على مدى طويل وبصير كمان سلو بشكل بطيء، فبالتالي بيختلف هاي الشغلتين عن النيرفس سيستم، ولكن الوظيفه الاساسيه بالاخير هي ايش؟ هي الريجوليشن. طب لما انا احكي عن الاندوكراين سيستم، تمام، اللي هو جهاز الغدد الصماء اللي ما بعرف لسه، تمام، في عندي مصطلحين مهمات اللي هم الاندوكراينولوجي والهرمون. اندوكراينولوجي اللي هو علم الاندوكراين، تمام، بحكي لي انك انت تدرس الهوميوستاتيك كيميكال ادجستمنت اند اذر اكتيفيتيز that hormones accomplish. يعني انت تيجي تمسك الهرمون تدرس ايش الاكتيفيتيز اللي بيعملها، ايش الكيميكال ادجستمنت اللي بيعملها لما يجي يدخل على الخليه. تمام، فبالتالي انت بتدرس كل شيء بيتعلق بالهرمون. طب ايش هو الهرمون؟ الهرمون هو عباره عن كيميكال سبستانس سيكريتد دايركتلي انتو ذا بلاد اور اكسترا سيلولار فلويد تو اكت اون ريموتلي لوكيتد تارجت سيلز. تمام، هو مش بيجي مثلا انت يعني الهرمون لما انت تيجي تفرزه ماشي بتفرزه بالدم بروح يعني بيشتغل على كل الجسم تقريبا، بالتالي هو مش انه مثلا تيجي انت بنتقل من خليه لخليه وبيشتغل عليهم فقط، لا هو بيشتغل على ريموتلي لوكيتد تارجت سيلز. طبعا هو كيميكال سبستانس اوكي سيكريتد دايركتلي انتو بلاد اور اكسترا سيلولار فلويد. طيب، ان اوردر تو كوز ا فيسيولوجيكال افكت باي بايندينج تو سبيسيفيك ريسبتورز لوكيتد ان ذا سيلز اوف ذا تارجت اورجان. طبعا هسه لما ندرس رح نعرف انه هذا الريسبتور ممكن يكون برا الخليه ممكن يكون جوا الخليه، حسب ايش؟ حسب نوع الهرمون وحسب التركيب تبع الهرمون. التركيبات تاعت الهرمون بتقسم للهرمونز لثلاث انواع ماشي، للبيبتايد هرمونز اللي هي اغلب الهرمونات، يعني انت لما تيجي لاي هرمون انت مش عارف شو هو ماشي بتحكي عنه انه بيبتايد هرمونز ما لم يثبت عكس ذلك. الكاتيكول امينز، تمام، والستيرويد هرمونز او اللي هم الامينز والستيرويد هرمونز. تمام، طيب الفانكشنز لهي الهرمونز، الريجوليشن اوف انرجي برودكشن، تقريبا كل وظائف الجسم انت قاعد تحكي عنها، ريجوليشن اوف انرجي برودكشن، اتيلايزيشن اند ستورج، الجروث اند ديفلوبمنت، انت بتفرز جروث هرمون، الريجوليشن اوف انرجي مثلا زي الثايرويد هرمون، ريبرودكشن اللي هم السكس هرمونز ماشي بيتحكموا لي بالريبرودكشن، المينتنس اوف انترنال انفايرمنت، مثلا انت بتفرز لي هرمون الاي دي اتش انتي ديوريتيك هرمون، فبالتالي بترجع بروح بقلل لي المي بالبول، تمام، بعملها ري ابزوربشن، فبالتالي انت قاعد ايش بتحافظ لي على البيئه الداخليه ماشي، بتعمل لي يعني هو اللي بيتحكم لي بالهوميوستاسيس. الجاسترو انتستينال اكتيفيتي، طبعا الجي اي تراكت فيه كثير هرمونات بتتحكم فيها. طيب في مصطلح عندي اللي هو تروبيك هرمونز، احنا لما حكينا عن انه كل سيستم انت بتيجي بتدرس الريجوليشن تاعته بتصير عن طريق ايش؟ الاندوكراين سيستم والايش والنيرفس سيستم. الاندوكراين سيستم مش مختلف عن هاي السيستمات، برضو اللي بتحكم فيه عبارة عن الاندوكراين سيستم نفسه ماشي، وايضا النيرفس سيستم. فلما انا احكي تروبيك هرمونز ماشي، هم هرمونات انا بفرزهم بروحوا على الغدة الفلانية بحكي لها بتفرز هرمون ثاني، فبالتالي انت عندك افراز الهرمون هذا بتعلق بافراز الهرمون اخر ماشي، فبعمل ريجوليشن للافراز تبعه. Some hormones regulate the production and secretion of another hormone such as مثلا بحكي لي انا باجي على الهايبوثالاموس ماشي، انا مجرد ما اسمع RH معناها هذا بصير افرازه بالهايبوثالاموس. TRH هو عباره عن thyrotropin releasing hormone ماشي، بروح لي على الهايبوثالاموس تمام وبخليها تفرز لي شيء اسمه thyrotropin. الثايروتروبين هو TSH تمام اللي هو thyroid stimulating hormone، برضه بروح على الثايرويد جلاند بعملها stimulation
عشان تفرز لي اللي هم الهرمونات اللي بتفرزهم الثايرويد جلاند اللي هي ايش؟ التي 4 او الثايروكسين. تمام. طيب مره ثانيه، انا لما احكي عن انا بدي اعمل ريجوليشن للاندوكراين سيستم، تمام، كيف انا بدي اتحكم بافراز هاي الهرمونات؟ بحكي لي بتحكم بافرازاتها عن طريق الهرمونات نفسها. ماشي، انا بفرز هرمون بروح على الغده الفلانيه وبخليها تفرز كمان هرمون، ماشي، عشان ايش؟ عشان كمان يفرز كمان هرمون مثلا، ماشي. فبالتالي هي كلياتها انا قاعد بمشي بسايكل معينه، ماشي. هسه انا قاعد بحكي عن كيف انا الريجوليشن اني انا كيف افرزها. طب انا مثلا افرزت هرمون وهذا الهرمون صار زياده عندي، فانا بدي اوقف افرازه. كيف بصير هذا؟ بصير عن طريق النيجاتيف فيدباك كنترول. ماشي، درست النيجاتيف فيدباك، ماشي، اللي هي عباره عن انه لما إشي يزيد عن حده، تمام، انا مثلا انا قاعد بفرز هرمون الانسولين، انا عندي برضه مستقبلات للانسولين بتحسسوا قاعدين انه الانسولين صار زايد بالدم، فبالتالي انا شو الفيدباك تاعتي؟ اني انا بقلل افراز الانسولين. ماشي، كمثال يعني hormone secreted by glands feedback on the same gland directly on or indirectly to decrease its own secretion. تمام. عشان تفهم النيجاتيف فيدباك، ماشي، بنيجي مثلا لمثال زي TSH والT4 اللي حكيناهم قبل شوي. الثايرويد ريليزنج هرمون، تمام، بروح لي على البيتويتري جلاند وخليها تفرز لي TSH اللي هو الثايروتروبين او اللي هو الثايرويد ستيمولاتينج هرمون. حلو، الثايرويد ستيمولاتينج هرمون بروح على الثايرويد جلاند وخليها تفرز لي ايش؟ الثايروكسين. طيب انا صار عندي الثايروكسين زياده بالدم، تمام. الثايروكسين اللي ما بعرفه اللي هو لما احنا نحكي عن فلان مثلا عنده تضخم بالدرقيه قاعد بفرز كثير ثايروكسين، ماشي. الثايروكسين شو وظيفته؟ وظيفته انه هو بزيد لي الميتابوليزم. يعني انا لما اجي على فلان احكي انه مثلا هذا باكل كثير وما بنصح، ماشي. ليش؟ لانه والله عنده معدل الحرق كثير عالي. ليش؟ لانه عنده الثايروكسين كثير، فبالتالي هي بتتحكم لي بالميتابوليزم، ماشي. فانا اذا زاد عندي الثايروكسين فبالتالي زاد او يعني زاد مستوى كثير عالي، ماشي، فانا بدي اعمل له ريجوليشن، انا ما بدي ازيد الميتابوليزم كثير. فلما يزيد في عندي انا مستقبلات بالبيتويتري جلاند نفسها، ماشي، بتستقبل انه الثايروكسين زاد، ماشي. فانا زاد عندي الثايروكسين، فانا شو انا كبيتويتري جلاند انا شو وظيفتي؟ انا قاعد بفرز ثايرويد ستيمولاتينج هرمون، فانا بدي اوقف الثايروكسين. شو بعمل؟ بوقف افراز الثايروتروبين او الثايرويد ستيمولاتينج هرمون. لما يقل الاستيميوليشن على الثايرويد هرمون، ماشي، راح تقلل انتاج الايش؟ الثايروكسين. نفس الاشي لما احكي انا عن الاي سي تي اتش والكورتيزول. الاي سي تي اتش برضه بيتم افرازه عن طريق الايش؟ عن طريق البيتويتري جلاند، والكورتيزول بيتم افرازه من الادرينال كورتكس. فبالتالي الادرينو كورتيكوتروبيك هرمون، ماشي، لما انا بفرزه بصير بزيد افراز الكورتيزول. فاذا زاد الكورتيزول بالدم، ايش النتيجه تاعتها؟ انه الاي سي تي اتش بقل انتاجه. تمام. طيب نرجع للكيميكال كلاسيفيكيشن اللي حكيناهم قبل شوي. في عندي انا لما اجي اقسم الهرمونات بقسمها لبوليبيبتايد هرمونز، ستيرويدز هرمون، وايش؟ وامين هرمونز، ماشي. البوليبيبتايد هرمونز او البروتين هرمونز اللي هم اغلب الهرمونات ار تشينز اوف امينو اسيدز. انا لما احكي بيبتايد، ماشي، لانكم دارسين بايوكيمستري فبتعرفوا انه البيبتايد معناها الرابطه اللي بتربط ما بين تو امينو اسيد، ماشي. فبالتالي البيبتايد هرمونز هم اللي هم عباره عن سلسله امينو اسيد. لارجست جروب اوف هرمونز زي ما حكيت لكم اكزامبلز عليها تقريبا، يعني مش كلهم هذول، بس انه رح نرجع هسه كمان شو رح نرجع ندرسهم. الانتي دايوريتيك هرمون، الجروث هرمون، الانسولين، الاوكسيتوسين، الجلوكاجون، الاي سي تي اتش والبي تي اتش، كلياتهم يعتبروا ايش؟ يعتبروا بوليبيبتايد هرمونز. طيب الكاركترستكس تاعتها، لما انا احكي انه انا البوليبيبتايد هرمونز عباره عن ووتر سوليوبل هرمونز او هيدروفيليك، ماشي، انا هون راح استنتج، ماشي، انه هم عباره عن بولر، فبالتالي لما يجوا يدخلوا بالدم، ماشي، راح يذوبوا عادي، كان ديزولف ان بلازما، تمام. بالتالي هاف ممبرين ريسبتورز لانهم ما بيقدروا يدخلوا على الخليه زي اي جزء لايبوفيليك، تمام. عندهم شورت هاف لايف، بيج سايز فاريشن، والاكشن تبعهم فاست. كل هاي ايش رح تحفظوا انها كمان هي عكس الستيرويد هرمونز، لانه بالضبط عكسها. يعني هي عندها الستيرويدز شورت اكشن، شو اسمه، سمول سايز فاريشن ولونج هاف لايف، تمام. طيب Act via second messenger like cyclic AMP، حكينا لأنها ما بتدخل على الخلية، ماشي، فبالتالي بترتبط على الريسبتورز الموجودة على الممبرين، فبالتالي بتحتاج إلى second messenger عشان تعمل اللي هي بدها تعمله جوا الخلية. Subgroup of protein hormones اللي هي الجلايكوبروتينز، هم عبارة عن الهرمونات اللي هم عبارة عن بروتينز بس إنه زيادة عليهم جلوكوز، اللي هم اللوتينايزنج هرمون، الـ FSH والـ TSH والـ HCG.
طيب الستيرويدز هم عبارة عن lipids derived from cholesterol. ماشي، انتم دارسين برضو بالكيمستري مرة ثانية، فبتحلي تعرفوا انه الستيرويدز هم بيكونوا derived from cholesterol. examples عليها اللي هي 6 hormones اللي هم التستوستيرون الاستروجين والبروجستيرون، ضيف عليهم الكورتيزول الاكتيف فورم اوف فيتامين دي، المينرالوكورتيكويدز اللي هي زي الالدوستيرون. تمام ماشي، هذول كلياتهم هم الستيرويدز، هذول بتحفظوهم. ماشي، مش لازم انا احفظ كل البوليبيبتايد هرمونز، بس انا بحفظ الستيرويدز واحفظ الامينز. ماشي، واللي غيرهم بكونوا ايش؟ بكونوا بوليبيبتايد هرمونز. الكاركترستيك تاعتها نفس عكس بالضبط البيبتايد هرمونز. ماشي، ليبيد سوليوبل، فبالتالي عادي انها فبالتالي ما بتقدر تذوب بالدم، يعني بتحتاج بايندينج بروتين، وبتدخل على الخلية عادي، بتدخل انتراسيلولار. ماشي، يعني بتعبر البلازما ممبرين وبتدخل جوا الخلية وبتعمل الاكشن تبعها جوا الخلية، act by modifying gene transcription، بتدخل جوا الخلية وبتعمل modifying للجين transcription. عكس اللي حكيناهم قبل شوي، slower action, small size variation و long half life. تمام، الامينز هم جايين بالوسط ما بينهم، احنا حكينا هسه خصائص وحكينا عكسها بالضبط. الامينز جاي بالنص، hormones are derived from tyrosine يعني polar، فبالتالي لما تيجي التايروسين polar معناها لما يكونوا polar فبالتالي بكونوا زي البيبتايدز، او tryptophan بتكون non-polar فبالتالي بتكون زي ايش؟ زي الستيرويدز. طيب الاكزامبلز الثايروكسين ماشي والترايايودوثايرونين. ماشي، هذول اللي هم بتفرزهم ايش؟ الثايرويد جلاند، هذول بتعاملهم معاملة ايش؟ بتعاملهم معاملة الستيرويدز. تمام، بالتالي لما انا احكي عن الثايروكسين والترايايودوثايرونين، ماشي، لما يجي يدخلوا على الدم راح يحتاجوا لبروتين لبروتين يرتبطوا فيه عشان يمشوا عن طريق البلازما. ماشي، ولما يجي يدخلوا على الخليه برضه بيدخلوا جوا الخليه، فبالتالي مش محتاجين للسكند مسنجر. النور ابينفرين، الابينفرين، الميلاتونين والدوبامين. ماشي، النور ابينفرين والابينفرين اللي بنعرفهم احنا نعرفهم اللي هم عباره عن الهرمونات اللي بتم افرازها بشكل كثير كبير بحاله الفايت اند فلايت. ماشي، لما الجسم يحس بالخطر كمثال يعني، بصير بافراز النور ابينفرين والابينفرين عنده عالي، فبالتالي بصير يعني في لهم كثير اكشنز. ماشي، بتدرسوها بالاندوكراين سيستم. ماشي، بزيدوا لك كثير يعني كثير كثير الاكشنز تاعتهم، مش راح اقعد احكيها هسه. ماشي، ولكن انه بتخليك انك انت عندك طاقه كثير كبيره، بتوفر لك كثير طاقه. كل الطاقه اللي عندك بتوفرها عشان انت تعمل الخصائص تاعت الفايت اند فلايت. اوكي، طيب الميلاتونين، الدوبامين، هم عباره عن هرمونات موجوده بالدماغ. طيب T4 and T3 behave like steroids while remaining amine hormones behave like peptide hormones. فبالتالي زي ما انا حكيت اللي هم الثايرويد هرمونز الترايايودوثايرونين والثايروكسين T4 وT3 behave like steroids، يعني short يعني شو اسمه slower action long half life small size variation، بيحتاجوا لبايندينج بروتين، وكمان ايش؟ وكمان عندهم intracellular receptors. وليش كل هذا؟ ليش؟ لانهم lipid soluble. النور ابينفرين والابينفرين والميلاتونين والدوبامين عكس ذلك زي اللي حكيناهم بالاول اللي هم الايش؟ البيبتايد هرمونز. طيب البروتين او البيبتايد هرمونز نيجي نقسمهم على حسب الغده، كل غده ايش الهرمونات اللي بتفرزها. ماشي، في عندي الهايبوثالاموس. ماشي، الهايبوثالاموس هي عباره عن الرابط ما بين الاندوكراين سيستم والنيرفس سيستم، لانه هو يعتبر جزء من النيرفس سيستم ولكنه بيفرز هرمونات. ماشي، كل الهرمونات رح نلاحظ انه هم عباره عن ريليزنج هرمون. ليش؟ لانه هي وظيفتها انها تتحكم بالبيتويتري جلاند. تمام، فبالتالي الثايرويد ريليزنج هرمون بيتم افرازه بالهايبوثالاموس، الجونادوتروبين ريليزنج هرمون، الثايرويد ريليزنج هرمون حكيناه قبل شوي اللي هو بفرز الثايروتروبين اللي هو بفرز بعزز لي افراز الثايروتروبين اللي هو التي اس اتش، هذاك اللي بروح بتحكم لي بالثايرويد جلاند. الجونادوتروبين ريليزنج هرمون برضه بروح لي على اللي هي البيتويتري جلاند، وبزيد افراز الاف اس اتش والال اتش. تمام، الكورتيكوتروبين ريليزنج هرمون برضه نفس الشيء، بروح على البيتويتري جلاند وبزيد افراز هرمونات اللي هي الاي سي تي اتش اتوقع، وبرضه هذيك بتروح بتاثر لي على ايش؟ على الادرينال كورتكس. الجروث هرمون ريليزنج هرمون اللي هو بروح لي على البيتيوتري جلاند بخليها تزيد افراز الجروث هرمون.
growth hormone inhibiting hormone اللي هو عكس الريليزنج هرمون بقلل لي انتاج الجروث هرمون. طيب لان البيتويتري جلاند راح نحكي احنا عنها كقسمين الانتيرير بيتويتري والبوستيرير بيتويتري. الانتيرير بيتويتري او الادينو هايبوفيسس بنسميها ماشي بتتحكم فيها هاي الهرمونات يعني يعني الهايبوثالمس بتحكم بالانتيرير وبالبوستيرير بيتويتري ولكن الفرق انه الانتيرير بيتويتري الهايبوثالمس بيفرز هرمونات عشان يتحكم فيها عفوا اوكي معلش صوتي راح مش عارف شو صار انا شوي تعبان اليوم انا اسف جدا فصوتي شوي متقلب يعني طيب الهايبوثالامس الهايبوثالامس زي ما حكينا عن الكورتيكوتروبين ريليزنج هرمون برضه الجروث هرمون ريليزنج هرمون والجروث هرمون انهبيتنج هرمون بياثروا لي على ايش؟ بياثروا لي على البيتويتري جلاند فهسه البيتويتري جلاند ماشي اللي بتحكم فيها هو الهايبوثالامس الهايبوثالامس بتتحكم فيها اما عن طريق هاي الهرمونات او بتتحكم فيها مباشره يعني الهايبوثالامس تيجي بتعمل لي هرمون وبتحكي للبوستيريور بيتويتري انه انت بتفرز لي اياه يعني بس فبالتالي البوستيريور بيتويتري التحكم فيها بيصير النيورو ماشي يعني مرتبطه بالهايبوثالامس عن طريق اكسونز تمام بينما الانتيريور بيتويتري لا مربوطه ببلاد فيسلز ماشي بتفرز الهايبوثالامس هاي الهرمونات وبتتحكم بالافرازات تاعت الانتيريور بيتويتري فبالتالي كل اللي حكيناه هون بالهايبوثالامس انه بتحكم في بتحكم فيها هاي الهرمونات راح نحكيها بالانتيريور بيتويتري يعني الادرينو كورتيكوتروبيك هرمون الاي سي تي اتش ماشي نون از كورتيكوتروبين ماشي بالاضافه لللوتينايزنج هرمون نفس اللي حكيناه بالسي ار اتش تمام اللوتينايزنج هرمون والفوليكل ستيمولاتينج هرمون اللي حكيناهم بالجونادوتروبين ريليزنج هرمون فبالتالي هذول اللي هم تاثيراتهم على وين تاثيراتهم على السكس هرمونز او يعني تاثيراتهم بالريبرودكشن ماشي الثايرويد ستيمولاتينج هرمون ماشي اللي حكينا انه كثير حكينا عنه اليوم اللي هو تي ار اتش بتحكم فيه فبالتالي هو بروح بتحكم لي بالثايرويد جلاند نون از ثايروتروبيك او ثايروتروبين الجروث هرمون البرولاكتين الاف اس اتش ال اتش نون از جونادوتروبين او تستس اوفري ستيمولاتينج طيب الجروث هرمون حكينا عنه تمام انه الجروث هرمون ريليزنج هرمون بتحكم فيه البرولاكتين شوي مختلف عنهم ماشي بحكي لك انه البرولاكتين الاشي المميز فيه هو اصلا شو وظيفه البرولاكتين البرولاكتين وظيفته الميلك برودكشن تمام هو بتحكم لي بانتاج الحليب بالبريست فبالتالي البرولاكتين بحكي لك الاشي المميز فيه انه هو افرازه بيكون كثير عالي اصلا ماشي ولكن التحكم فيه بيصير عن طريق انك انت بتعمل انهبيشن فهو اذا ما في انهبيشن هو افرازه عالي ماشي انت بتتحكم فيها عن طريق انك بتزيد الانهبيشن او بتقلل الانهبيشن ما بتتحكم فيها عن طريق انك بتعمل ستيميليشن الاف اس اتش والال اتش نون از جونادوتروبين اللي هم وظيفتهم تصير على التستس والاوفري ستيميليشن ماشي الاف اس اتش والال اتش رح تدرسوها كثير انا لسه توني بخلص يو جي اس رح تدرسوها لما تدرسوا مثلا الدوره الشهريه للانثى لما تدرسوا كمان انتاج الحيوانات المنويه بالتستس كلياتها هاي بتدرسوها هناك طيب البوستيريور بيتويتري في عندك هرمونين بالاساس هم بيتم افراز بيتم اللي هو السكريشن تبعهم بيصير من وين من البوستيريور بيتويتري اللي هم الانتي دايوريتيك هرمون تمام او الفاسوبريسين بنسميه والاوكسيتوسين ذيس هرمون سينثيسس ار سينثيسايزد باي هايبوثالاميك سيلز تمام فبالتالي السينثيسس تاعتها بتصير بالهايبوثالاماس ولكن يعني البرودكشن بالهايبوثالاماس ولكن السكريشن بيصير عن طريق البوستيريور بيتويتري عشان هيك احنا بنحكي انه البوستيريور بيتويتري مش محتاجه انه الهايبوثالامس بتفرز هرمونات بتتحكم بالانتاج تبعها لانه هي اصلا ما بتنتج هي بس انها والله بتحافظ على البيئه عشان تخزن الانتي دايوريتيك هرمون والاوكسيتوسين هرمونز بعدين بتفرزهم الثايرويد اللي هي بتفرز الكالسيتونين طيب الثايرويد طبعا احنا حكينا التي 4 والتي 3 بتفرزهم ولكن احنا هون قاعدين بنحكي عن ايش يعني بنحكي عن البروتين او البيبتايد هرمون فبالتالي البروتين والبيبتايد هرمون الثايرويد بتفرز لي هرمون واحد بيبتايد هرمون اللي هو الكالسيتونين اللي هو وظيفته انه بقلل لي الكالسيوم بالدم البنكرياس بفرز لي الانسولين والجلوكاجون والسوماتوستاتين السوماتوستاتين حكينا عنه قبل شوي اللي هو هنا ماشي فبالتالي هو بيتم افرازه بمنطقتين بالهايبوثالامس وبالوين بالبنكرياس وبيتم افرازه اصلا باكثر من مكان بالجي اي تراك
طيب البنكرياس بفرز الانسولين والجلوكاجون. الانسولين اللي هو عكس الجلوكاجون، الانسولين اللي هو بخلي بقلل لي الجلوكوز بالدم، الجلوكاجون بزيد الجلوكوز بالدم. لسه رح نيجي عليهم بالتفصيل. طيب الليفر بتفرز لي انسولين لايك جروث فاكتور، سوماتوميدين سي بنسميه، تمام، برضه يعتبر بيبتايد هرمون. الباراثايرويد جلاند بتفرز لي الباراثايرويد هرمون، تمام. الكدني بتفرز لي الرينين، اللي هو برضه له عمليه تقليل ضغط الدم، تقليل وزيادة. البلاسينتا اللي هي المشيمة بتفرز لي الهيومن كوريونيك، هيومن كوريونيك ايش الجي هي مش عارف والله، بس هو برضو هرمون بتستخدمه خلال الحمل، تمام. طيب حكينا برضو، حكينا انه بدناش نحفظ هاي الهرمونات، احنا بنحفظ انه كل الهرمونات عبارة عن بيبتايد هرمونز ما عدا اللي هسه بدنا نحفظهم هون، تمام. لاحظوا انه قديش خلال بدنا نحفظهم اسهل. الستيرويد هرمونز ماشي تفرز لي عندي من الادرينال كورتكس، ماشي، اللي هم زي الكورتيزول، ماشي، كونه كورتيزول فهو عباره عن ستيرويد. الالدوستيرون والاندروجينز كلياتهم عباره عن ايش؟ عباره عن ستيرويد هرمونز. التستس بتفرز لي التستوستيرون، ماشي. الاوفرز بتفرز لي الاستروجين بروجستيرون. الكوربس لوتيوم هي عباره عن شيء بحاوط الفوليكلز اللي هي قبل ما تتحول، اللي هي بس تتخصب البويضة، يعني إشي هيك برضو برضو إشي يعني جنسي، تمام، بالريبرودكشن. فبالتالي كل الهرمونات الموجودة بالريبرودكشن ماشي تعتبر إيش؟ تعتبر ستيرويد هرمون. طيب البلاسينتا ماشي اللي هي الاستروجين والبروجستيرون كلياتهم يعتبروا إيش؟ يعتبروا ستيرويد هرمون، بالإضافة للي بتفرزه الكدني اللي هو ال 125 داي هيوكسي كالسي كالي كالسيفيرول، مش عارف، مش متأكد انه كده كتابته زي هيك صح بالضبط، بس يعني معلش اذا جاكم اسم هيك كثير غريب ما شفته. بالتالي هو عباره عن ستيرويد هرمون بتم افرازه عن طريق الايش؟ عن طريق الكدني، ماشي. الامين هرمونز اللي هم عباره عن الدوبامين اللي بتفرزه الهايبوثالاموس، وهو ترى على فكره هو اللي بتحكم لي بالبرولاكتين. مش حكيت لكم انه البرولاكتين بيحتاج لاشي يعمله انهبيشن؟ الدوبامين هو اللي بيعمل انهبيشن للبرولاكتين. الثايرويد اللي هم عباره عن T3 والT4، الادرينال ميدولا اللي هم النور ابينفرين والابينفرين، تمام. طيب all hormones are، شو حكينا معلومه كمان هون عشان نرجع نتذكرها، حكينا انه بس الثايرويد هرمونز ماشي بنعاملهم معامله البيبتايد هرمونز، الخصائص الكيميائيه تاعتهم زي البيبتايد هرمونز، بينما اللي هم الدوبامين والنور ابينفرين والابينفرين بنعاملهم معاملة ايش؟ يا الله انا ليش نازل اخربط فيهم، بالعكس. الثايرويد هرمونز زي الستيرويد هرمونز، تمام، بنعاملهم معاملة الخصائص الكيميائية تاعتها زي الستيرويد هرمونز، تمام. الهايبوثالاموس اللي هي الدوبامين والنور ابينفرين والابينفرين بنعاملهم معاملة ايش؟ معاملة البيبتايد هرمونز. طيب all hormones are transported in the blood however they are not transported in the same way، زي ما حكينا قبل شوي، فين دي الهيدروفيليك او الواتر سوليبل هرمونز ار ديزولفد ان ذا بلازما از ذي بايند تو ريسبتورز اون ذا سيرفيس اوف تارجت سيلز، تمام. بيجوا عن طريق البلازما وبيجوا بيرتبطوا على الريسبتور على السيرفيس تبع التارجت سيلز. اللايبوفيليك باس ثرو تارجت سيل ممبرينز اند بايند تو ريسبتورز انسايد ذا تارجت سيل، يعني بيجي الافكت تبعه بيجي من جوا الخليه، ماشي. وكمان احنا مش مكتوب هون بس انه هو بحتاج كمان ايضا لبروتين بايندينج عشان يمشي خلال الدم. طيب الديسوردرز اللي بالاندوكراين، هسه انت لما تدرس الاندوكراين سيستم اذا انت فهمت كل هرمون شو الشيء اللي بيعمله، ماشي، فبالتالي هي الديسوردرز عباره عن انه يزيد يزيد السكريشن تبع هذا الهرمون او يقل السكريشن. فاذا انت عارف ايش بيعمل هذا الهرمون فبتعرف شو بيصير لما يزيد السكريشن او يقل السكريشن. ريزلت فروم ذا هايبوسكريشن اور هايبر سكريشن اوف هرمون، فاكتورز برودوسينج هايبوسكريشن، ليش يصير انا عندي هايبوسكريشن؟ بصير اما شيء وراثي، اما اشي عن طريق الدايتري، انت مش قاعد مثلا بتاخذ اللي هي المواد الاوليه عشان انت تصنع هذا الهرمون. immunological factors اشياء بالمناعه، واللي هي برضه اشي مشترك برضه ما بين الهايبر سكريشن والهايبو سكريشن. بس الاشي اللي كثير مميز بالهايبر سكريشن انه التيومرز، ماشي، انا لما ادرس التيومر، لما تدرسوا باثولوجي وتدرسوا تدرسوا ورم معين بسموه لك هذا الورم انه هو functioning، تمام، يعني هو قاعد بيعمل لي، يعني قاعد، يعني النسيج اللي صار فيه الورم ماشي قاعد بتكاثر وقاعد بيسوي الفانكشن تاعته. فاذا صار هذا الورم في اندوكراين جلاند، تمام، وصارت هي
تسوي الوظيفة تاعتها وقاعدة شغالة وبتنتج قاعد الهرمون هذا، فبالتالي راح يصير في عندك كثير هايبر سكريشن، وهذا الإشي راح يكون عليه تبعات كثير. طيب نمشي على الغدد، بعض الغدد نمشي عليها شوي شوي وندرس إيش الهرمونات اللي بتفرزها وإيش وظائفها. البيتويتري جلاند، البيتويتري جلاند درسنا إنه هي عبارة عن إيش، عبارة عن anterior pituitary و posterior pituitary. Pituitary gland or hypophysis is a small endocrine. ماشي، هي عبارة عن بنسميها الهايبوفيسس، عشان هيك هي بتنقسم ل adeno hypophysis و neuro hypophysis. Is a small endocrine gland located in a bony cavity at the base of the brain just below the hypothalamus. And it consists of two parts. The posterior pituitary, تمام، neuro hypophysis. And the anterior pituitary اللي هو adeno hypophysis. حكينا النيورو هايبوفيسس لانه الاكزونز هي اللي واصله لعنده، فبالتالي بنسميه نيورو. الادينو هايبوفيسس لا، هو هو عادي يعني جلاند عاديه بتفرز هرمونات، ولكنه بتحكم فيها عباره عن الهرمونات اللي بفرزها الهايبوثالامس. Release of hormones from both the posterior and the anterior pituitary is directly controlled by the hypothalamus، ولكن بطرق شوي مختلفه. هذا الحكي انا كلياته حكيته، بنرجع نعيده على السريع، بحكي لنا هم الهرمونات اللي بتفرزها الهايبوثالامس اللي هي الثايرويد، ثايرويد ريليزنج هرمون او ثايروتروبين ريليزنج هرمون ستيمولييتس ذا ريليز اوف تي اس اتش، الجونادوتروبين ريليزنج هرمون اللي هم الاف اس اتش والال اتش، تمام، الجروث هرمون انهبيتنج هرمون، ماشي، اللي هو عكس الجروث هرمون ريليزنج هرمون، بقلل لي افراز الجروث هرمون، تمام. المميز هنا انه ايضا بأثر لي على التي اس اتش، السي ار اتش برضه بأثر لي على الايش، على الاي سي تي اتش، الادينو كورتيكوتروبيك هرمون. برولاكتين ريليزنج هرمون ستيمولييتس ذا ريليز اوف برولاكتين، وهذا دائما موجود. البي اي اتش البرولاكتين انهبيتنج هرمون اللي هو الدوبامين انهبيتس ذا ريليز اوف برولاكتين. طيب طيب the anterior lobe، لما انا احكي عن الانتيريور لوب اوف الهايبوثالامس، ماشي، اللي او الادينو هايبوفيسس، it is a glandular tissue secretes the following hormones، تفرز لي كثير هرمونات، نمشي عليهم واحده واحده. اللوتينايزنج هرمون اللي هو هو والاف اس اتش شوي مترابطين. لما تدرس مثلا الدوره الشهريه للانثى، ماشي، اللوتينايزنج هرمون متى بيعلى، ماشي، بيعلى باللي هي مرحله الاباضه، فبالتالي هو responsible for final maturation of ovarian follicles، ماشي، وهو بيسبب لي الاوفيوليشن اللي هي الاباضه للبويضه قبل ما تصير الاخصاب، تمام. responsible for initial formation of corpus luteum، ماشي، and stimulation of estrogen and progesterone secretion. stimulates leading cells to produce testosterone. فهذا هو الأثر، يعني إحنا كل اللي حكيناهم هون هذول بالأنثى، ماشي، الأثر تبعه بالأنثى اللي هو بالذكر إنه بحفز لي الخلايا leading cells to produce testosterone. FSH، ماشي، هو ببلش عمله خلال الدورة للأنثى، ببلش من بدري شوي. responsible for early growth and maturation of ovarian follicles، فبالتالي هو هذا الفرق الاكثر واضح بين luteinizing hormone وال FSH، هذا بيشتغل بال early growth، luteinizing hormone بالايش، باللي هو late growth. stimulates granulosa cells to produce estrogen، تمام، بتبلش اللي هي الاستروجين، الافراز تبع الاستروجين من خلال granulosa cells بصير عن طريق ال FSH، الافراز تبع الاستروجين البروجستيرون من الكوربس لوتيام، تمام، بصير عن طريق الايش، عن طريق luteinizing hormone. stimulates Sertoli cells to produce local estrogen in males it's required for sperm production. طيب helps to maintain the spermatogenic epithelium. تمام، فبالتالي انت لاحظ انه كل وظائفهم ماشي بتشتغل على الريبرودكشن، ولكن شوي مختلفة يعني بشكل متفاوت. طيب الجروث هرمون، الجروث هرمون عبارة عن بحفز لي الانابوليك للبروتين، فبالتالي بحفز لي انتاج البروتين، بحفز لي الكتابوليك للفات، فبالتالي بكسر لي الفات، والكربوهيدرات ميتابوليزم، فبالتالي بزيد لي الجلوكوز بالدم، فبالتالي بعمل لي هايبر جلايسيميا. عشان هيك الجروث هورمون، ماشي، مثلا لاعبين كمال الاجسام لما يجوا، لما بيحكوا لك انه كثير يعني المشاكل، اكثر مشاكل بتصير انه لما يصيروا ياخذوا هرمونات، ماشي، بكيك انت بدك تلعب كمال اجسام، العب اوكي مكملات اوكي يعني ضمن حدود، ولكن اوعك تقرب على الهرمونات، لانه انت بتصير تاخذ جروث هرمون، ماشي، بتصير انت عشان انك انت مثلا تعمل بروتين ميتابوليزم، انك تزيد البروتين ميتابوليزم او اللي هو تصنيع البروتين، ماشي، عشان بالاخر انت تعمل بناء للعضلات، بتزيد الفات ميتابوليزم، فبالتالي بتكسر الفات اللي عندك، ولكن انت كمان قاعد بتزيد
بتعمل بتزيد سكر الدم. طبعا هاي يعني يمكن ابسط مشكله ممكن يسببها الجروث هرمون للاعبين كمال الاجسام. في كثير مشاكل راح ممكن يسببها زياده الجروث هرمون ماشي، بس يعني هي مبنيه شويه على الهايبرجلايسيميا. Abnormalities of growth hormone secretion، لما أنا يكون في عندي مشكلة بالgrowth hormone secretion لما يقل يصير عندي dwarfism. أنا حكينا الgrowth hormone ماشي اسمه growth hormone، فبالتالي هو بعزز للنمو، فلما يكون مش موجود بصير في عندي أنا إشي اسمه dwarfism أو اللي هو التقزم ماشي. يعني لما أشوف شخص متقزم أنا في عندي مشكلة بالإيش بالgrowth hormone secretion. لما يزيد الgrowth hormone في عندي أنا حالتين، الgigantism والacromegaly. الgigantism اللي هو شخص ضخم كثير تمام ماشي، طويل عريض شو اسمه، طول لما تشوف واحد طول بعرض هذا بيكون عنده جايجانتزم ماشي، بيكون هو صغير ماشي، زاد عنده البرودكشن للجروث هرمون. الاكروميجالي هي لما يجي الاشي على كبر، لما يزيد البرودكشن او السكريشن للجروث هرمون على كبر. لما انت تشوف واحد هيك مبين انه وجهه عريض تمام، مش انه هو طويل، ولكن بتلاقي انه هو معالمه هيك عريضه تمام او عظمه عريض ماشي، فهي هاي بتسميها acromegaly تمام. caused by an increased growth hormone secretion during adulthood، لما يزيد الاشي على كبر. طيب البوستيريور لوب، لما انا حكينا احنا هسا عن الادينو هايبوفيسز وحكينا عن اهم الهرمونات اللي بفرزها، حكينا عن اللوتينايزنج هرمون والفوليكل ستيميليتنج هرمون ماشي. من اسمه هو فوليكل ستيميليتنج هرمون، فبالتالي هو بحفز لي اللي هو الايرلي جروث للفوليكلز، يعني بتكون فوليكلز بعدين بتصير بويضه ماشي، هاي المعلومة أنا نسيت أذكرها ماشي. فبالتالي هو من اسمه follicle stimulating hormone، فبالتالي هو بحفز لي الماتوريشن of أو early maturation of ovarian follicles تمام. luteinizing hormone ماشي هو اللي هو بيجي بعد هيك وبصير اللي هي بتصير اللي هي في عمله بيشتغل في مرحلة اللي هي ovulation ماشي، وبحفز لي إني أنا أنتج اللي هي الcorpus luteum ماشي اللي هي بتعمل لي الاستروجين والبروجستيرون تمام. طيب بالاضافه طبعا للي حكيناه عن الجروث هرمون، الجروث هرمون شوي اتوقع انه واضح بالنسبه لكم اكثر، خاص يعني معروف من اسمه جروث هرمون، بحفز للنمو، بزيد للبروتين ميتابوليزم. ايش المشاكل ممكن نسميها يسببها؟ زياده الهايبرجلايسيميا، لما يزيد بالصغر بسبب لي جايجانتيزم، لما يزيد بالكبر بسبب لي اكروميجالي، لما يقل انتاجه بسبب لي دوارفيزم. طبعا برضه بقل بالصغر، يعني انا لما يكون لما اكون كبير ويقل انتاج الجروث هرمون ما بتكونش كثير مشاكل يعني جلية ما تكونش كثير مبين. طيب البوستيريور لوب، لما انا احكي عن البوستيريور لوب ايش الاشياء اللي بفرزها؟ بفرز لي هرمونين تمام. It is the neurohypophysis, it is composed of nervous tissue تمام. بس هو ايش اللي بفرز لي؟ بفرز لي هرمونين، الفاسوبريسين او اللي هو الانتي دايريتيك هرمون، بالاضافه للاوكسيتوسين. The axons of the hypothalamus pass from the brain into capillaries into the posterior lobe، فبالتالي الاكسون واصل لي للبوستيريور لوب وقاعد منتج لي الاكسون نفسه، الاكسون اللي هم الاعصاب تمام، الاعصاب ماشي، بتوصل لعند البوستيريور لوب وقاعد بتفرز لي اللي هم الاوكسيتوسين والانتيدوريتيك هرمون ماشي. فبالتالي الانتاج تبعهم بصير عن طريق الهايبوثالاموس، ولكن الستورج والسكريشن بصير عن طريق البوستيريور لوب اوف ذا بيتويتري جلاند. The posterior lobe does not produce vasopressin and oxytocin. Production ماشي التصنيع بصير عن طريق الهايبوثالاموس. They are produced by hypothalamic neurons and stored in neuron terminals located in the posterior lobe. Okay. The function of the posterior between sites is to provide trophic support to hypothalamic neuron terminals. ايش الوظيفه للبوستيريور بتويسايتس؟ الخلايا الموجوده بالبوستيريور بتويتري جلاند ماشي بكيلك ان هي بتوفر لي البيئه وبتوفر لي السبورت للهايبوثالاميك نيورون تيرمينالز عشان انها تنتج هاي الهرمونات، وانا بعملها بعدين بعملها سكريش، بعملها اول شيء ستورج وبعدين بعملها سكريش لما احتاج. الهرمونات هي عباره عن الانتي دايريتيك هرمون، معروف شو هو الانتي دايريتيك هرمون، من اسمه انتي دايوريتيك، فبالتالي هو بثبط الدايوريسيس. ايش هي الدايوريسيس؟ اللي هي انتاج البول او اللي هي الـ يعني الانتي دايوريتيك هرمون بقلل لي المي في البول، فبالتالي لما يصير البول قليل على فترات قليله وما بنتج انا قاعد كثير بول وبصير مركز اكثر، فبالتالي انا قاعد هون بفرز انتي دايوريتيك هرمون وبقلل قاعد من المي في البول. The effect of this hormone on urine volume is that it causes an increase in the reabsorption of water from urine.
طيب الأكسيتوسين ماشي, the word oxytocin literally translate as quick birth. ماشي الأكسيتوسين وظيفته بسموهم هرمون الحب. ماشي هو الهرمون اللي بفرزه الهايبوثالاموس أو بفرزه عن طريق البوستيريا بتويتري. ماشي بسبب لي انقباضات الرحم اللي هي أنا بحتاجها بالولادة. ماشي أنا لما بدي أنا أعمل induce للولادة مثلا عندي أنثى عندي حمرة حامل تمام وتأخرت ولادتها فأنا بدي أعمل induction للولادة. ماشي فأنا شو بعطيها؟ بعطيها أكسيتوسين أساس إنه يصير ينقبض الرحم فبالتالي تصير اللي هي عملية الليبر. This refers to the effect of oxytocin has on inducing labor and increasing uterine contractions. ماشي انقباضات الرحم بتصير عن طريق الأكسيتوسين تمام. The major effect stimulates uterine contractions in the pregnant uterus. Milk ejection or let down تمام. فبالتالي هم الشغلتين الأساسيات إنه الكونتراكشن لليوترس بصير عن طريق الأكسيتوسين هو بحفز لي الكونتراكشن. الميلك إيجكشن إحنا حكينا عن البرولاكتين ماشي, برولاكتين حكينا اللي بتفرزه الأنتيريور بتويتري جلاند ماشي, حكينا إنه هو بحفز لي الميلك برودكشن. ولكن الميلك إيجكشن ماشي اللي هي الانقباض برضو نفس الفكرة انقباض ماشي, انقباض الخلايا اللوبس الموجودة بالصدر اللي عند الأنثى المرضعة ماشي عشان إنه يطلع الحليب برا. فبالتالي هذا الشيء بيصير عن طريق ايش؟ عن طريق الاكسيتوسين. Contraction of non-pregnant uterus to facilitate sperm transport during the sexual act. برضو انا قاعد بحكي عن contraction of uterus. In males it causes contraction of the vast difference اللي هي بتنتج لي السبرم. Hormone of affection and bonding. ماشي هو بسموه هرمون الحب انه هو بربط ما بين الطفل وامه. طيب disorders of hormones of the posterior pituitary gland. طيب انا قاعد بحكي mainly عن الانتيديوريتيك هرمون ماشي, لما انا احكي abnormality معناها يا اما hyposecretion يا اما hypersecretion. الhyposecretion راح تكون انه مش قاعد بفرز ADH كثير, فبالتالي انا ايش قاعد بفقد بول كثير ماشي. فهي الحاله بنسميها diabetes insipidus اللي هي واحده من حالات الدايابيتس تمام. انه بس العرض تبعها او الاعراض اللي بيجي فيها المريض انه هو جاي عنده هايبر سكريشن للبول, انا في يعني قاعد بفرز كثير قاعد بروح الحمام كثير تمام. فهذا الاشي ليش؟ لانه الانتيديوريتيك هرمون مش قاعد بيشتغل منيح هايبر سكريشن, فبالتالي انا تسببت دايابيتس انسيبيدس. ابنورماليتيز اوف اي دي اتش ريليز اللي هي الهايبر سكريشن, لما انا ازيد انتاج الاي دي اتش فبالتالي راح يقل الانتاج للبول, يصير عندي انا انحصار للبول, راح يصير عندي هايبر سكريشن والليد تو سيندروم اوف inappropriate antidiuretic hormone secretion SIADH تمام. انا لما احكي عن شيء inappropriate تمام, لما شيء يزيد عن حده بصير inappropriate. فانا لما ازيد انتاج ال ADH يعني يزيد ال ADH يزيد عن حده, فانا بدخل في حاله ال inappropriate antidiuretic hormone secretion او اللي هي السياده بسموها اللي هي كاختصار SIADH تمام. طيب ندخل على الغده اللي بعديها ماشي. خلصنا هيك البتويتري جلاند, حكينا عن الانتيريور بتويتري والبوستيريور بتويتري. اغلب الهرمونات بتم افرازها عن طريق الانتيريور بتويتري اللي هي بتتحكم فيها الهايبوثالاموس عن طريق الهرمونات تاعت الهايبوثالاموس ماشي. البوستيريور بتويتري بتتحكم فيها الهايبوثالاموس من انها يعني هي بتنتج الهرمونات نفسها, والبوستيريور بتويتري بس بتعمل اللي هي السكريشن والاستورج والسكريشن تبعها. طيب لما نيجي على هم بس هرمونين اللي بالبوستيريا بتويتري هم الاكسيتوسين والانتيديوريتيك هرمون. طيب لما نيجي على الثايرويد جلاند تمام, الثايرويد جلاند بتعرفوا اللي عندهم تضخم بالغده الدرقيه ماشي. الغده الدرقيه وين موجوده؟ موجوده اللي هي عند اللارينكس عند الحنجره تمام. فالثايرويد جلاند كومبوزد اوف فوليكولار سيلز ذات برودوس تي 4 اند تي 3 ماشي. فانا في عندي فوليكولار سيلز بتفرز لي تي 4 والتي 3. ما بين هاي الفوليكلز انا في عندي ما بين هاي الفوليكلز في عندي خلايا بنسميها بارا فوليكولار سيلز اللي هي او السي سيلز, بتفرز لي كمان هرمون اضافي اللي هو الكالسيتونين تمام. التي 4 والتي 3 حكينا عنهم بالايش؟ بالامين جروب تمام, بينما الكالسيتونين حكيناه بالبدايه لما حكينا عن البيبتايد جروب, فبدنا نمشي عليهم هم برضو. الميجر افكت هسه احنا لما نحكي عن الثايرويد جلاند اول شيء بنحكي عنه التي 4 والتي 3. الميجر افكت تبعهم اللي هي بالبريفرال تيشوز convert T4 to T3. T3 is more potent أو active than T4, فبالتالي أنا بكون عندي أنا بنتج T4 بروح بتحول لي T3 بالتارجت سيلز. T4 T3 increase metabolic rate
oxygen consumption and heat production. فبالتالي هي بتزيد للميتابوليزم، فبالتالي بصير عندي انتاج للطاقة، oxygen consumption بصير انت تستهلك الاكسجين اللي هي عملية الحرق، فبالتالي بتصير عندي heat production. stimulates rate of cellular respiration. تمام، cellular respiration برضو بعملها stimulation. increase active transport by sodium potassium pump. تمام، بتحفز لي كل العمليات اللي هي الايض بالخلية بتحفز لي اياها. stimulates increased consumption of glucose, fatty acids and other molecules related to metabolism. ماشي، كل شيء related للميتابوليزم راح تزيده. contributes to growth and development of CNS in children. فبالتالي الناس اللي بتكون عندهم اللي هي الهايبوثايرويديزم، انه ما فيش يعني عنده مشكلة بغدة الدرقية، ماشي، بتكون في عنده مشكلة بالcentral nervous system. promotes maturation of the nervous system. stimulates protein synthesis anabolic in children and with physiological doses. تمام، catabolic in adults and with high doses. طيب لما انا بدي اعطي ثايرويد هرمون للصغار، بعطيه انا small doses وبسبب لي اللي هو الايش الانابوليك، بيعمل لي انا يعني بيعمل لي ميتابوليزم عن طريق انه يصنع لي البروتين، بينما ببلش تكسير البروتين لما يصير الهاي دوزز، ماشي، بالادلت ببلش يكسر لي هاي البروتين. انا وانا صغير محتاج انا البناء اكثر ما انا محتاج التكسير. طيب بالذات يعني انا لما احكي عن البروتين. طيب الكالسيتونين حكينا هو بيبتايد هرمون بيتم افرازه عن طريق البارافوليكولار سيلز، ماشي، اللي هي ما بين الفوليكلز بتكون، وبنسميها سي سيلز نسبة للكالسيتونين. سي سيلز كالسيتونين located in the thyroid gland. كالسيتونين from the thyroid gland lowers the calcium level in the blood. بقلل لي الكالسيوم level in the blood عن طريق ايش؟ عن طريق انه بخلي لي الكالسيوم يروح يصير له اللي هو يترسب على العظم، فبالتالي بيزيد الكالسيوم بالعظم. antagonist to parathyroid hormone، هو عكس الباراثايرويد هرمون. هسه رح ندرس الباراثايرويد هرمون رح نفهم كيف هو عكسه بالضبط. diseases للثايرويد هرمون اللي هم الجريفز ديزيز، الهايبرثايرويدزم، لما انا يزيد عندي انتاج الثايرويد هرمون او لما يزيد عندي العمل تبع الثايرويد جلاند بصير عندي مرض اسمه الجريفز ديزيز. لما انا يقل بصير عندي اللي هو الادلت ميكزيديما، ماشي. فبالتالي انا من اعراض الجريفز ديزيز ايش راح تكون؟ ماشي، من الاشياء اللي انا عرفتها، ماشي، في عنده الايض بصير كثير عالي، فبالتالي مثلا بصير عنده الحرق كثير، فبالتالي راح يكون وزنه نازل، راح يكون مثلا عنده heat production، فبالتالي راح يكون ما بتحملش الحرارة، وهيك أعراض زي هيك. الأدلت ميكزيديما راح يكون عكسه بالضبط. تمام، يعني الأدلت ميكزيديما أول إشي بيجيك عنده بيكون عنده obesity، يعني أوضح إشي فيه بيكون. طيب الأدرينال كورتكس، أنا لما أحكي عن الأدرينال جلاند، تمام، الأدرينال جلاند بتتكون من كورتكس ومن إيش؟ ومن ميدولا. فأنا لما أحكي عن الكورتكس لحالها بتتكون من ثلاث 3 layers، تمام، اللي هم الزونا جلوميرولوزا، تمام، الزونا فاسيكولاتا، الزونا جلوميرولوزا اللي هي من برا، الفاسيكولاتا اللي بالنص، والريتيكولاريس اللي هي لجوا. تمام، كل واحدة فيهم بتفرز لي هرمونات معينة. الجلوميرولوزا اللي برا الإفرازات تاعتها بنسميها مينيرالو كورتيكويدز اللي هو الألدوستيرون. من اسمه مينيرالو كورتيكويدز، ماشي، أو مينيرال كورتيكويدز، مينيرالو اوكي مش موضوع يعني. مينيرالو كورتيكويدز، ماشي، بتفرز لي اللي هو الالدوستيرون. تمام، الالدوستيرون من اسمه كونه مينيرال هو بتحكم لي بالمينرالز بالجسم، فهو الالدوستيرون بيعمل لي اللي هو الري ابزوربشن للصوديوم بالكلي. تمام، الالدوستيرون is the only hormone which is essential for life. بحكي لي انا الالدوستيرون اذا انا فقدته تماما بصير عندي ممكن يسبب لي الدث خلال 3 ايام بس، ماشي، من كثر ما هو مهم. ليش؟ يعني اهميته من اهميه الصوديوم، لانه انا اذا صرت بطلت اعمل ري ابزوربشن للصوديوم بالكلي انا كليات راح افقدها بالبول، ماشي، وراح افقد الصوديوم، فالصوديوم عنصر جدا جدا مهم بالجسم. It is the only hormone which is essential for life. If aldosterone was completely absent in the body then you would not have enough sodium to replace lost sodium. فبالتالي the complete absence of aldosterone might lead to death in 3 days. طيب الزونة فاسيكولاتا اللي بالنص، ماشي، اللي هي تفرز لي الكورتيزول او بنسميه جلوكوكورتيكويد، ماشي. الكورتيزول بتعرفوا انتم يكون في عندك مرضى اللي هم بياخذوا الكورتيزول عشان ينزلوا المناعة، لما يكون مرض انه المناعة قاعدة بتهاجمك، مرض اللي هو بسموه
مرض ذاتي كأنه شيء زي هيك، إنه مرض إنه المناعة هي اللي بتهاجمك قاعد. فبالتالي لما المرضى اللي بأخذ الكورتيزول بنلاحظ عندهم إنه مثلا بتصير عندهم أوبيسيتي، ماشي، بصير إنه بصير عنده يأكل كثير، ماشي. فهنا لما تدرس عن الكورتيزول بتعرف ليش هذا الإشي. بكيك ذا جلوكوكورتيكويدز مينلي كورتيزول ستيميليتس جلوكونيوجينيسيس، فبالتالي هو بسبب لي اني انا اعمل جلوكوز، يعني جلوكونيوجينيسيس. لما احكي نيوجينيسيس معناها اني انا قاعد بصنع، فهو بحفز لي تصنيع الجلوكوز، هايبر جلايسيميا. كورتيزول اولسو فاسيليتيتس ذا انهيبيشن اوف جلوكوز ابتيك ليدنج تو هايبر جلايسيميا، ماشي. هو بسبب لي الهايبر جلايسيميا، بسبب لي زياده الجلوكوز بالدم عن طريق شغلتين، بسبب لي انه الجلوكوز مش قاعد بدخل على الخليه نفسها، تمام، اللي هو عكس الانسولين. الانسولين هو اللي بيخلي لك انه الجلوكوز يدخل على الخليه، وبرضه بسبب لي ان انا اصنع الجلوكوز نفسه، ستيمولات بروتين ديجراديشن ليدنج تو انكريز بلاد امينو اسيدز، ماشي، بكسر لي البروتين، فبالتالي بصير الامينو اسيدز موجود بالدم كثير. نفس الشيء بالليبيدز بروموتس لايبوليسيس ليدنج تو انكريز فري فاتي اسيدز. فبالتالي انا لما احكي عن الكورتيزون انا بدي اوصل لحاله اني انا الدم انا مشبع بكل شيء، انا الدم حاطط فيه جلوكوز وحاطط فيه فاتي اسيدز وحاطط فيه اللي هم الامينو اسيد. كيف بعمل هذا الاشي؟ بدي امينو اسيد بكسر البروتين، بدي فاتي اسيد بكسر الليبيد، وبدي جلوكوز بكسر بصنع الجلوكوز وبايش وبمنع الجلوكوز انه يدخل على الخليه، تمام. بروموتس لايبوليسيس، اوكي. كورتيزول بلايز ا ميجر رول ان ذا ادابتيشن تو ستريس. اكسسيف كورتيزول سيكريشن، لما يصير في عندي جلوكوز كثير بصير في عندي كاشينج سيندروم. The main symptom of this condition are obesity. لما أنا يكون في عندي كثير جلوكوز أنا، فبالتالي أنا يعني الخلايا عندي بتصير كثير جوعانة، فبصير إنه المريض يأكل كثير. الخلايا مش قاعد بوصلها جلوكوز، أنا مانع إنه الجلوكوز يدخل، الجلوكوز كلياته بالدم، قاعد بكسر البروتين اللي عندها، وقاعد بكسر الفاتي أسيدز اللي عندها وبحطها بالدم، فبالتالي الدم كل شيء في الدم، بس إنه الدم مش قاعد بدخل على الخلية الجلوكوز، فبالتالي الخلية بصير في عندها جوع. فبتصير انت توكل كثير، فبالتالي بصير في عندك ايش؟ اوبيسيتي. طبعا بالاضافه للهايبرتنشن والهايبوكاليميا. الهايبوكاليميا انه بقل عندك البوتاسيوم، والهايبرتنشن زياده ضغط الدم. الزونا ريتيكولاريس مش كثير في حكي عنها، بس انه بتفرز للاندروجينز زي الدي اتش اي اي اند اندروستينودين، ماشي، سينثيسيس. الأوريجين ستيرويد نيوكلياس، طيب هذا الحكي كليات بصراحة أنا ما مش شايف إنه له أي أهمية إنكم تحفظوها. فننتقل للي بعده، البنكرياس. البنكرياس إحنا شو اللي بنعرف عن البنكرياس؟ البنكرياس سيكريتس إنسولين أند جلوكاجون. إحنا بنعرف البنكرياس هو عبارة عن إنسولين، المرضى السكري ما بفرزوش إنسولين، فبالتالي بصير عندهم سكري لأنه بزيد عندهم السكر بالدم، ماشي. هذا اللي إحنا بتعرفه كشخص عادي بالمجتمع، ماشي. كطالب طب بتبلش تعرف البنكرياس كيف يفرز الانسولين، شو عنده الجلوكاجون. كطالب طب ثانيه اولى مش رح تعرف كثير اشياء، ماشي، رح تعرف انه الانسولين عكس الجلوكاجون بالضبط، ماشي. انا بعرف الانسولين شو بسوي، بخلي الجلوكوز يقل بالدم، تمام، عن طريق انه بخلي لي الجلوكوز يدخل على الخلايا، ماشي، بخلي لي انه الخلايا تخزن الجلوكوز عن طريق انها تعمل جلايكوجين، ماشي، فبالتالي بيضل جوا الدم، فبالتالي بقل الجلوكوز عندي. ولكن الجلوكاجون عكسه بالضبط، يزيد الجلوكوز بالدم، فبالتالي لما يزيد الانسولين، ماشي، انا بحتاج اني ازيد الجلوكاجون على اساس اني اسوي التوازن ما بينهم. The endocrine cells in the pancreas are organized into the islets of Langerhans. تمام، the beta cells produce insulin. في عندي two cells، في عندي beta cells وفي عندي alpha cells. البيتا cells اللي بتفرز الانسولين، والالفا cells بتفرز لي ايش؟ الجلوكاجون. الميجر افكت اوف انسولين، ايش بعمل لي الانسولين؟ facilitates glucose transport into most cells، ماشي، بخلي لي الجلوكوز يدخل جوا الخليه، فبالتالي بقل جوا الدم. lowers blood glucose عن طريق اللي حكينا قبل شوي، fatty acid and amino acid levels، برضه الفاتي اسيد والامينو اسيد بقلوا عن طريق برضه انه بخليهم يدخلوا جوا الخلايا. the only lipogenic hormone in the body، هو الهرمون اللي بخلي لك انه انت تسوي ليبيدز، تمام، بقلل الليبيد بالدم. ليه؟ ليش؟ عشان انه يعمل لي اللي هي يعمل لي لايبونيوجينيسيس، انه بسوي لي باخذ انا الفاتي اسيدز وبجمعها مع بعض وبعمل ليبيد. فبالتالي عكس اللي حكينا قبل شوي بالكورتيزول كمان. ستيمولات جلايكوجينيسيس، لما احكي جلايكوجينيسيس جلايكو مش جلوكونيوجينيسيس، جلايكوجينيسيس، فبالتالي انا قاعد بعمل جلايكوجين. لا، عشان اعمل جلايكوجين شو بعمل؟ بجيب الجلوكوز وبجمعها مع بعض بعمل جلايكوجين، فبالتالي انا بطل عندي جلوكوز صار عندي جلايكوجين، فبالتالي قل الجلوكوز بالدم. In skeletal muscle and liver cells.
inhibits glycogenolysis. لما lysis معناها بكسر، فأنا بحكي glycogen glycogen lysis، فبالتالي تكسير الجلايكوجين، تكسير الجلايكوجين راح ينتج لي إيش؟ راح ينتج لي جلوكوز، وراح يزيد الجلوكوز بالدم، وأنا ما بدي هذا الشيء، فبالتالي بعمل له inhibition. الجلوكونيوجينيسيس برضو أنا بزيد الجلوكوز، فبالتالي بعمل له inhibition. Promotes the transport and incorporation of amino acids into cells of protein synthesis. نفس اللي حكيته قبل شوي، إنه الأمينو أسيدز بخليها تدخل جوا الخلية وبعمل لي إيش؟ بروتين سينثيسز. هو بعمل لي إيش؟ بعمل لي يعني الجلايكوجين، الليبيدز، البروتين كلياتها بعملها إيش؟ بعملها يعني أنابوليك أكشن، خليني أنا أنتج أو أصنع أو أبني بروتين وليبيدز وإيش؟ وجلايكوجين. تمام؟ وهو الأونلي هرمون اللي بقلل الجلوكوز بالدم، عشان هيك اللي عندهم مشكلة بالبنكرياس إنه ما بفرز قاعد أنسولين، فبصير عندهم اللي هو مرض إيش؟ مرض السكر. A fall in glucose below normal stimulates the secretion of insulin antagonist. تمام، لما يصير أنا الجلوكوز يقل ماشي، فبالتالي بصير أنا أنتج الإنسولين antagonist اللي هم الإيش؟ الجلوكاجون. الجلوكاجون كمان الجروث هرمون والكورتيزول برضو حكينا عنهم إنهم بزيدوا بزيدوا الجلوكوز بالدم. بس لاحظوا إنه عشان أنا أزيد الجلوكوز بالدم شوفوا شو عندي، جلوكاجون، جروث هرمون، كورتيزول، أدرينالين، كلياتهم هذول بزيدوا لي الجلوكوز بالدم، ولكن عشان انا اقلل الجلوكوز بالدم ما فيش عندي غير ايش؟ ما في عندي غير الانسولين. طيب الديس اوردر اوف انسولين اللي هو دايابيتس ميليتس، لما يصير انت عندك مشكله بالانسولين بصير في عندك دايابيتس اللي هو مرض السكري. مرض السكري في منه نوعين، تايب 1 وتايب 2. تايب 1 اللي هو عباره عن انه الخلايا نفسها متكسره ومش قادره تعمل لي انسولين، ماشي. دايابيتس ميليتس از دو تو ابسولوت انسولين ديفيشنسي، فبالتالي الحل تبعه بكون بس انك انت بتعطي انسولين. الحل تبعه كثير بسيط، ولكن المشكله فيه انه بيجي المريض بحاله يعني انه يكون خالص يعني، فبالتالي الخطر فيها اول لحظه لما انت تكتشفه بالبدايه بكون في المريض الخطر على المريض كثير كبير، ولكن الحل تبعه بكون بس انك انت بتعطيه انسولين وبتكون اموره تمام. التايب 2 اللي هو is due to the reduced is due to the reduced sensitivity of target cells to the presence of the hormone relative insulin deficiency or insulin resistance. أنا قاعد بنتج إنسولين طبيعي عادي، ولكن هذا الإنسولين بروح للخلايا الريسبتر ستاتو مش قاعد بتتعرف عليه ومش قاعد بيعمل الأثر اللي هو لازم يعمله. تمام؟ فبالتالي هذا بتكون يعني ما بيكون الحل تبعه، يعني في بعض الحالات بعطوا فيها إنسولين ماشي على أساس إنه أنا أزيد الإنسولين فبالتالي فبالتالي تزيد شوي السنسيتيفيتي وهكذا، يعني شغلات شوي معقدة بتدرسوها بالإندوكراين سيستم، ولكن ولكن الأكثر أكثر إشي بيكون إنه هو بس بعمل لي هيلث لايف ستايل موديفيكيشن، إنك أنت يعني بتخليه بس إنه يلعب رياضة هيك أمور بس إنه يحسن من حياته، من نمط حياته. طيب the major features of diabetes mellitus are، بحكي لي الفيتشرز تاعت الدايابيتس ميليتس. انا في عندي هايبرجلايسيميا، تمام، بزيد الجلوكوز بالدم وهذا يعني اهم شيء. البوليوريا ماشي، هي واحدة من الاعراض اللي ممكن انت تنتبه عليها انه انا قاعد بزيد البول كثير ماشي، انكريز يورين اوتبوت ماشي، فبالتالي هذا بيعمل لي دايابيتس، بس ممكن يكون دايابيتس ميليتس، ممكن يكون دايابيتس انسيبيدس اللي حكينا عنه بالبدايه ماشي، اللي هو انه انا انتي دايوريتك هرمون مش قاعد منتجه بشكل كافي، ولو كنت منتجه زيادة شو بصير عندي؟ بصير عندي اللي هو syndrome of inappropriate antidiuretic hormone، تمام، SIADH. الهايبرغلاسيميا، بوليوريا، بوليديبسيا، excessive thirst ماشي، اني انا قاعد بعطش كثير وبشرب كثير وقاعد بنتج يورين كثير. البوليفاج يعني انا برضو عندي جوع، تمام، برضو ليش؟ لانه انا الانسولين مش قاعد بدخل لي الجلوكوز على الخلايا، فبالتالي الخلايا برضو في عندها جوع، فبالتالي بصير اكل كثير. الباراثايرويد جلاند، الباراثايرويد جلاند اللي هي برضه موجوده على الثايرويد جلاند. الثايرويد جلاند هي غده كثير كبيره، تمام، موجود عليها هيك اربع باراثايرويد جلاند، بالتالي بنسميها باراثايرويد او الغده الجار الدرقيه. They are four tiny glands embedded in the posterior aspect of the thyroid ماشي، بنتجوا لي هرمون بنسميه ايش؟ بنسميه باراثايرويد هرمون ماشي. وين حكينا عن الباراثايرويد هرمون؟ لما حكينا عن الكالسيتونين. الباراثايرويد هرمون هو عكس الكالسيتونين تماما ماشي، raises the level of calcium in the blood، بزيد لي الكالسيوم بالدم. It targets the bone, kidney and intestine ماشي، بروح لي على البون ايش بعمل؟ بروح لي على البون فيه كالسيوم، بيجي بكسر لي الكالسيوم الموجود بالبون
بخليه يدخل على الدم، فبالتالي بيزيد الكالسيوم بالدم. بروح لي على الكيدنيز بيعمل لي ري ابزوربشن للكالسيوم، بخلينيش افقد الكالسيوم باليورين، ماشي. وبروح لي على الانتستين بخليها انه ايش، في كالسيوم بالاكل، طب هاته، تمام. زي هيك it releases stored calcium from the bones into the blood، ماشي. نوت انه عكس الكالسيتونين، الكالسيتونين بخليني اقلل من الكالسيوم اللي موجود بالدم عن طريق اني انا بحطه بالبون. الباراثايرويد هورمون الميجر افكت كلياته حكيناها تقريبا، decreases calcium excretion by the kidney زي ما حكيت انه بيعملوا reabsorption، adds calcium to the blood، برضو also promotes the absorption of calcium بالintestine، secretion rises in response to a decrease in calcium in the blood. Hypocalcemia is the major stimulant for parathyroid hormone. انتبهت عليها، هي موجودة بالتفريغ عندكم، hypoglycemia. هي بالعكس تماما، الهايبوغلايسيميا بتقلل من إفراز الباراثيرويد هرمون، وحكوا كأنه إنه إشي له علاقة بالكورتيزول، لأنه بزيد الكورتيزول سكريشن. فشو اسمه، فبالتالي الهايبوكالسيميا هي اللي بتسبب لي أني أنا أزيد الباراثيرويد هرمون، ولكن الهايبوغلايسيميا ما بتسبب لي زيادة الباراثيرويد هرمون، انتبهوا عليها بالتفريغ. أوكي، lowers phosphate ions in the blood، ماشي، بقلل لي الفوسفات ions in the blood، وactivates الفيتامين دي. الفيتامين دي اللي هو برضو نفس الاشي بيساعد لي، اللي هو بيساعدني في اني انا امتص الكالسيوم من الانتستين. طيب why does the endocrine system control calcium metabolism؟ طيب انا بدي يعني لاحظ انه الكالسيوم، ماشي، الباراثيرويد هرمون كل وظيفته انه يتحكم لي بالكالسيوم، ما عدا انه بس انه بقلل لي الفوسفات بس، ماشي. فهو اثره على الكيدني انه بخليني اتخلص من الفوسفات وارجع الكالسيوم، ماشي. بس انه لاحظ انه الباراثيرويد هرمون على كل هاي الوظائف تاعته عشان يزيد الكالسيوم بالدم، والكالسيتونين برضو بس وظيفته الوحيده انه يقلل الكالسيوم بالدم، فانه ليش لهالدرجه الكالسيوم مهم؟ فبحكي لي انه البلد كالسيوم must be controlled since it has numerous functions including، بحكي لي بالنيوروماسكولار جنكشن، ماشي، فانا بحتاج ايش؟ بحتاج كالسيوم. بالاكسايتيشن كابلنج ان كاردياك اند سموث ماسلز، بالسموث ماسل او الكاردياك ماسل، وحتى بالسكيليتال ماسل لما انا بدي اعمل كونتراكشن للمسل بحتاج ايش؟ بحتاج كالسيوم. ستيمولس سكريشن كابلنج، مينتيننس تايت جنكشنز بتوين سيلز، وبلاد كلاتينج برضه بحتاج فيها الكالسيوم ككو فاكتور، يعني بحتاجه بالبلاد كلاتينج اللي هي تخثر الدم، تمام. هيك بنكون خلصنا اللي هو شو اسمه الاندوكراين سيستم. الاندوكراين سيستم على فكره سيستم كثير لطيف صراحه، بالذات بالفيزيولوجي تاعته. انتم لما تدرسوا الاندوكراين سيستم عندكم هو بسنه ثالثه اتوقع، الفصل الثاني عندكم على الخطه الجديده، فبالتالي لما تدرسوه بكون جد يعني من ألطف السيستمات اللي تدرسوها. بتمنى أني أكون سهلت عليكم هاي المحاضرة قدر الإمكان بوقت قياسي لساعة، ماشي. هو كونه شورت كات فهو برضو الشرح هيكون شورت كات. أي سؤال بدكم يعني الإندوكراين سيستم أنا جاهز، وبالتوفيق إن شاء الله.